كوبي ولا يمشي يا ايسر لحظه ولا يمشي سمعتوها ولا يمشي لحظه مش لكم حاجه خلي صور 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 لحظه ايسر ولا يمشي لحظه 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 اقسم لكم بدين الله العلي العظيم اللي تفرج فينا واللي ساهم بالكومنتير انا نعرف ربي ربي تعرف معناتها ولا خفايا الصدور يحاسب الناس كل 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 فرد شكاره في البي في كل خطوه باش يبدلها اللي صور واللي حكى واللي بارتاج واللي كومنت واللي عمل الكل في كل خطوه ربي باش يبارك لنا فيه ولا يمشي به طويكة بعد ما شفنا ايسر تبعوا لحظه بلحظه اعزائي المشاهدين ريكاب متاع عام كامل باش نبداو الريكاب بمواطنه تونسيه تعديت في حلقه انا قلت مستحيل يتفرجوا فيها لانه جات مباشره بعد رمضان وجات عندها زوز وليدات ما يسمعوش ولازمهم زراعه قوقعه القوقعه الواحده ب 45 مليون نعطيكم معلومه باش تدوخوا الرجال تتعارك ورحمة أمي في كبرها ثم زوز تعاركوا قال أنا ندفع 45 مليون أولى أنا أولى بها المرأة هذه وجاب لها 45 مليون باش نشوفوا كيفاش الدنيا بسيطة أمه تتفرج في البرنامج ركزوا معايا دخلت قال لي ما تفرجش يخدم ربي يعينك وربي يزيدك اللي في بالي حبش يذكر اسمه أمه قالت له ريتها المرأة هذه نحب نعطيها 300 ألف شهرية المرحوم نعاون باللي نقدر قال لي وأنا ربي أعطاه خيره قلت لها أمي تحبي تعاونيها ب 300 ألف عليه قلت لها باش نعاون ولدها يسمع أمي أنا باش نعطيها 45 مليون باش نفرحك أنت يما ما هو أنت حبيتي والله لما نعطيها تعمل وتركب تفرجوا مشاهدة طيبة علاش ما استدعيتك؟ العلم عند الله العلم عند الله العلم عند الله آه يا وسيم آه آه توسمنا فيك خير يا وسيم يا لبس آه سي وسيم مدام مدام باهي وسيم اي يا بابا يا بابا يا بابا يا وقت نفس ارتاح اي حبيت نرتحوا انا الساعه لا 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 ما ثم حتى شيء مدردر هي استدعاتك على حاجه انا نعتبرها مهمه برشا 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 ولادك صحيح ممكن انت ما حسيتهاش اما هي حستها وجات بصيحه فزع جات خايفه انت من غير ما تشعر سيد وسيم ما عدلتش بين وليداتك بين ولدك اللي يسمع ويتكلم من غير ما تشعر هذا وبين اللي ما يتكلموش وما يسمعوش مرتك تقول حتى باش يرقد بحذاه يرقد بحذاه الوليد اللي يسمع ويتكلم قد حسيت راجي ولا اقرب الولد اللي يسمع ويتكلم كانه نافر ولاده الاخرين مش نافر قالت هو بيده موجوع هو بيده مش لاقي حل ابتلاء وسيم خي نعرف ابتلاء قام في بلاصتي شو مش نعمل كل يوم الموت وسيم طول كام مثلا انت باش تطلب حاجه شنو تطلب؟ شفي وليداتي ما عندي نطلب شيء. شفي وليداتي ما عندي حد شيء. القوقعة ب 45 مليون. 45 ما دبرتوش ما تحركتوش؟ درت شؤون اجتماعية مشيت هكا مشيت هكا مشيت هكا تعبت. ما عندكش ناس بربي خلينا نسألك وسيم ما عندكش ناس تدق عليه تقول له بربي جعفر زوز 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 صغار
لا لا مثلا وليد 45 مليون اي لحظه فميش. عندك عائله؟ عندي ما فماش، كلها حال حال الله، وحتى لو شي حاجه مش تبيعها ما عنديش، ما نبيع ما تبيع. النهار نصور في 50,000 مش خلنا حياه مصروف اليوم هم ادوياتهم مش نعمل به، مش نسعاو ان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف، مش نسعاو مش نعملوا نداء في البرنامج هذا قوقعه. لو كان مثلا نقول انا 45 مليون خلينا نقسموها 45 مليون، 45 مليون اللي هي 4 ملايين ونص 10 من الناس، 100 واحد 450 دينار. ها 400 كان كل واحد 100 بشر، احنا ما قادش نتفرجوا ملايين، كان كل واحد يدفع 450 دينار، هذو 100 بشر. لو كان 200 واحد يتفرجوا يقروا 200 بشر، 200 بشر راك هاو 200 انسان 225 دينار كل واحد. لو كان 400 بشر نقولوا 130 دينار كل بشر. لو كان 800 بشر 70 دينار كل بشر. لو كان 800 يتفرجوا كل واحد عنده 70 دينار في جيبه، واحنا 800 بشر نتفرجوا كل واحد يدفع 70 دينار، القوقعة نتاع ولدك تتعمل ان شاء الله ان شاء الله. 800 بشر ما قلناش الاف، 800 واحد كل واحد يدفع 70 دينار يا خويا، ها عواشر ورمضان واعتبرها صدقة وكذا، 70 دينار كل واحد إن شاء الله. أمك الرب. الأمل شعار برنامج صفي قلبك اللي يعول على مساندة التوينسا لبعضهم وعلى قلوبهم الرحيمة، واللي ديما يكونوا وقت الشدة يد واحدة، وفعلاً بعد حضور وئام واستنجدها برنامج صفي قلبك أمنيتها في زراعة قوقعة لولدها قبل فوات الأوان اتحقت بفضل إنسانية التونسي اللي في قلبه الرحمة. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج صفي قلبك، تحية للسادة المشاهدين اللي يتفرجوا فينا في تونس من بنزرت البنجردان لتطاوين، التوانسة المتغربين، أشقانا الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا وكافة الوطن العربي، كل الأمهات والأباء. الحقيقة نحب نحيي جمهور وشعب وفيراج وناسنا وأحبابنا اللي يتفاعلوا مع البرنامج ومع الوضعيات اللي تجي للبرنامج، وخاصة كي تكون وضعيات إنسانية. شكرا على التفاعل، والتفاعل راهو أشكال والوان، التفاعل بالكومنتير، التفاعل بالجيم، التفاعل بالبرتاج، التفاعل بالتليفون، بالاسماس، التفاعل بالكلمة الطيبة، التفاعل كي ضيافنا واخواتنا اللي يجيو بعدنا للبرنامج ونعرضوهم في الشارع نحاولوا نخفوا من وطأة الأزمة متاعهم، نهزوا لهم المورال. اليوم فخورين برشا 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 برشا، وادعوكم انكم تتفرجوا برشا 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 برشا. ولو كان مش ملمومين على البرنامج هذا وعلى الحلقه هذه الليله، استدعاوا كلموا ناسكم واحبابكم. قبل ما نبداو نحبوا نفرحوكم الليله، وفي الحقيقه نحبوا نفرحوا رواحنا به. سي وسيم ومدام روعه تعدوا معنا في حلقه من الحلقات بعد رمضان، وكانت الوضعيه وقتها عندهم زوز وليدات فهمني ولا ما يسمعوش وما يتكلموش، ولازمهم زراعة قوقعة. ساعة يرحم والديكم اللي ضيفتونا بحذاكم. عايش. طيب باش تحكي لي بعد ما تعديت في الحلقة، واعطينا نمركم، شنو اللي صار؟ احكي لي بالتفاصيل. بعد ما تعدينا في الحلقة، أول احنا ما زلنا معنا نتفرجوا خاطر هي ما هي مسجلة، قاعدين بدنا نتفرجوا في رواحنا في الحلقة. أنت حطيت نمرونا في الملوتة معناها، وهو أول مرة يتحط معناها رقم بتاع الضيف في البرنامج، من اللي يتحط الرقم وهو تليفون نقص. بقى معناها من نهار ذاك من اللحظة ذيك وهو نقص، يمكن جمعتين ما سكتش تليفون ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار، اللي في الليل عبيد من الخارج، واللي في النهار عبيد من متعاطفين معاك انت وزوجك. اللي يطلبني يقول لي تفرجنا فيك، احنا نحبوا نعاونوك على الاولاد، كل واحد يقول لي كل واحد كل قدير وقدره. فما عبيد فما واحد كلمني قال لي انا راني كيفي كيفك، راني زوي اليوم ما عنديش، وانا معناها راني كيف كيفك، اما نحب ندز مع
الناس معناها يعني انا زيد نخدم عمل يومي وما عنديش اما نحب نعاملك بلي نقدر معناها اقبل مني اللي باش نبعثه لك يرحم والديه يرحم والديه عبد من برا تبعث لي زيد تكلم فيا وناس برشا عبيد معناها من داخل تونس وخارج تونس من تونس وخارج تونس اللي كلمني اني على اولادي يقول لي شنو احوالهم عشنو عملتوا ربي معاكم ها وهكا وهكا حبيت تطلبني فما ناس تطلبني ما مش باش تبعث لي اما تطلبني معناها تحسها تواسي فيا ان شاء الله ربي معاك وهذيك ربي يعطاهم لك مش شويه باش تلوحهم مش شويه قريت شي لي كومنتير على الفيسبوك والله قريت شويه ما مش في الفيسبوك في اليوتيوب قريت اللي في اليوتيوب تم تعاطف كبير برشا فما برشا عباد فما ناس يقولوا لي معناها زاد اولادهم عاملين العمل هي كيما اولادي ما تخافش يقولوا لي ما تخافش راهو كان يعملهم يرجعوا كيما نحن وراهو باهي وعمليه ناجحه مولا بيتي جاء الله هلا وقت اللي دخل مولا بيتي فهمني ولا حكينا انت ايش حكيو معاك الناس الله يرحم والديهم برشا يطلبوا فيا برشا يكلموا فينا برشا يواسوا فيا تصلي على النبي وما تفرق ما بين الصغيرات وسع بالك فما وحده كلمتنا من فرنسا تنجوى نسلم عليها ونشكرها برشا تنجوى هي هذه ما عندهاش صغار مسكينه كلمتها ان شاء الله ربي يرزقها تلفيت ما تطلبني تسالني تقول لي راهو عدي لي وسيم كلمه رجل اسمه عمريتا يكلمونا ما نعرفوهمش معناها راهو اخواتكم في الليل طلبونا يعارك في واسم يعمل له احنا معناها شو ما عندناش انت ربي يعطاك هذوك ما عادش روح لدارك مع خلي بيته تحتك اولادك علاش ديما لبرا سبحان الله احنا ما عندناش معناها وانت ربي يعطاك نعمه ما تنفرهاش والله ويطلبوا فينا ويسالوا معناها مره بعد مره تطلب تقول ايش عملت وثم حاجه طريفه ثم حاجة طريفة. أي فهمت. بالتليفونات اللي جاكم ثم تليفون طريف. ثم تليفون طريف ولا؟ احكي لي على الراجل الطريف هذا. الراجل الطريف طلبني يسأله كيما معناها حكيت لكم وكل شيء يعمل لي بنيتي أنا راني حاجتي بنت حليل. يا بابا حاجتي بنت حليل. شوفي لي بنت حليل. إي مالا شوفي لي يما بنت حليل ترحمني من العوز بيا امشي لي ماما. يا حاج راهو أنا. راجل كبير. إي يا ودي نصيتو على الآخر راجل كبير كبير. إي. يا حاج أنا راني معناها أولاد راهو مانيش أنا اللي بتاع البرنامج. هو قصدك أنت مش تشوفي له بنت حليل. إي هو في باله يطلب في البرنامج يحب على ابن راء. آه. يا أخي اعملي به. انا راني معناها رجل كبير قلت له انا شنو تحب انت طاو يعمل لي انا عمري 60 سنه مثال شوفي لي بنت حليل 60 سنه مش كبير عاد تكبرينا ويحبها في الخمسين 55 مثالش زاده عامل سوم اي حتى في الماما حتى 55 يعمل لي مثالش يا بابا يهديك ربي حاسين بقى يطلب فيا ديما فكثر ما كثر علي هو يكلم فيا عملت كيف قلت له باهي اسمعني توا كيف باهي امش نقيدك انت تويكا في الليستا صحيح واش نحطك في الليستا وباش نقيدك اسمك شنو اسمك ولا تنزل فياج ولا تنزل في انا شنو اسمك اعطني عدوار الاسم هاي اسمك كذا كذا باهي حبيبي نحن فضلكوا عليه الحاج ان شاء الله خويا ما تدريش على وين بالك احنا خويا نكونوا زاد اسطر جاك شي تليفون غير لك مجرى حياتك اي فاهمه جي جاء تليفون فما شكون زاد كلمني سألني عسلي مش عملت كل شيء بعت لي قالي أنا باش نعاونك شكرتو أنا في بالي معناها كيما الناس الكل يطلبوا فيا باش نبعثوا لي كتاب باش نعاونك باللي نقدروا كل شيء شكرتو يا أخي بعت لي قالي أنا باش نتكفلك بواحد من أولادك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قداش تسوى هي العملية؟ أنا معناها قلت له راه العملية ماهيش نحكيو يعني على واحد من أولادك نحكيو على واحد من أولادك معناتها نحكيو على مبلغ قدره 45 مليون. نحكيو على 45 مليون مواطن تكلم وحده. هذا وحده. باهي ما هو احنا زاد مدام سامحني ثم فرق بين أنك تتكلم خاطر احنا ديما عندنا حسن النية ب 99% ولكن كبرنامج لازم نثبته. انا مثلا من الاول بقيت متردد قلت ماني بالكش بالعاني بالكش بالحق بالكش يقعد ويخلف بالكش يمشيش يجبد بيا في اخر لحظه معناها باش نعمل عليه بالكش من حقك بقيت نجم نعرفه من ولايه مش من غير الاسم من غير ذكر الاسم من ولايه بنزرت من ولايه بنزرت السيد هذا من ولايه بنزرت به وعدك قال لك باش نتكفل بقوقعه
وعدني باش يتكفل غالي بصغير بصغير أو انا نقولك معناها نتكفل بيه بكامل عمليته. عندك تليفون؟ عندي ليه حكيت معاه انت بالتليفون. احنا توا باش نعملوا تليفون بعد ما كلمته انت. انا اقسم بالله لا نعرفه. انت تعرفه كلمك انت اي كلمني ليه. انا توا باش نكلمه وطلبنا قبل التصوير طلبته 15 سكوند. قلت له سيدي الكريم فلان الفلاني. قال لي ايه؟ قلت له انا فلان الفلاني رانا باش نصوروا الحلقه في دار السيده اللي جات هي ورجلها للبرنامج. رانا باش ناخذوك في المباشر هل تقبل؟ قال ثم ناس يقول خويا لا صوت لا صوره لا شيء. قال لي نقبل بشرط اسمي ما يتذكرش اكون مروي عندكم اسمي ما يتذكرش وما نحبش نتجبد بالكل. اما لو كانت تحب انا نقول المساج هذا فهمني ولا انا ما تكفي داكوردو. باه خذ التليفون ونطلبوه مباشره. الله الو الو عسامه عسامه خويا شنو احوالك لاباس عليك؟ الحمد لله عايش. باه كيما وعدتك كيما وعدتك احنا تويك في في البرنامج مباشره. معانا المدام ومعانا راجلها سي وسيم والفريق الكل هنا يسلم عليك والناس توي يتفرجوا فينا في اللحظه هذه فهمني ولا الناس توي يسمعوا فيك فهمني ولا كيفاش كيفاش تفرجت كيفاش تفعلت وباش توعد المراه هذه؟ والله تفرجت خويا جعفر معناها كيما العباد الكل وتبعت القصه نتاع المدام والحقيقة معناها بعديك كلمتها وقلت لها إن شاء الله نتكفل بال معناها بالجهاز اللي باش يتحط في الوزن نتاع الوليد الكبير خاطر هي قالت نورمالمون دي سي عام تولي معناها لوبيراسيون إيوتيل معناها ما عادش تعاونوا ما عادش تفيدوا بحتى شيء. واضح واضح ملم انت تبارك الله. هي هي قال ما جاء والله وقتها كي تبعتها في البرنامج وقعدت بقدرة ربي نتكفل بال بالولاد الكبير اللي عمره 4 سنين ونص وقتها. الله يبارك لك. وعيشك ما فما حتى مزيان وان شاء الله يا ربي تكمل تكملوا تلموا ان شاء الله الطفله الصغيره. الله يبارك لك. نجم نجم نعرف من جهه انت؟ من ولايه بن عروس. بن عروس؟ من ولاية بن عروس. من ولاية بن عروس يرحم الأم اللي جابتك وإن شاء الله في ميزان حسناتك خويا تنسق العملية خويا مع الجمعية وكذا فهمني ولا وما عندي ما نقول كم ما زال الخير في الدنيا. الله يرحم الأم اللي جابتك باسمي وباسم فريق كامل البرنامج باش يدعيولك بالرحمة لميمتك والبوك وربي يعطيك على قد قلبك وما تتمنى حاجة تفرح خويا. انا ادعو الناس اللي يتفرجوا فيه الكل يرحموا له على ميمته وعلى ابوه وعلى عائلته السيد هذا فهمتني؟ ارجع. الو ويز وي اهلا بيك. سامحني الفلوس قصد سامحني تليفون. مش مشكل خويا مش مشكل اي ما فما حتى مشكل خويا وعلمني معناها بال كيفاش معناها باش نقدموا في الموضوع هذايا وبحاول لي فما كان الخير ان شاء الله. الله يبارك لك وان شاء الله في ميزان حسناتك. ذكرك اللي كونه بيطلب منك انت اسمك ما يظهرش باش نبيبيوه تتفرجوا برنامج اسمه مش يظهر. الله يرحم الام اللي جابتك خويا فهمني. واي المدام زاده بحذايا ورجلها زاده يشكروك خويا. خويا فرحتنا الله يفرحك. عايش يا اخوي ان شاء الله تتعدى العمليه لباس وقلت ربي ان شاء الله تتحسن الوضعيه ان شاء الله يا رب. كون متهني خويا كون متهني. في اتصال خويا واعطيني تفاصيل وكيفاش باش نقدموا ان شاء الله. اوكي يا خو بخاطرك يا بي. عايش يا خو بخاطرك تنسق مع فريق البرنامج يرحم الام اللي جبت. يسلم عليكم الكل يسلم عليكم الكل ويسلم على الساده المشاهدين الكل. هذا مواطن خويا الحمنا ودمنا هذه فزعه له خوك له جارك لا قرا معاك لا بوك لا امك لك ما نعرف الجمله ما تعرفوش الجمله ما عندي بيه حتى شر ما تعرفوش الجمله فهمني ولا. والحمد لله يا ربي شيء يفرح. طوى عنا عمليه قوقعة ما زلت لنا الثانيه باش نفرحوا فرحتين. عنا قوقعة ما زلت لنا الثانيه يا وخي معناتها نحكيو على مبلغ قدره 90,000 دينار ما هيش سهلة إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. هذا السيد لولاني تاع القوقعة طبعا مش تحكي لي القصة.
نهار أنا في الدار كلمني واحد سلام سلام ورحمة أمي اللي أنا عارفه، تقابلت بالصدفة مع عائلته فهمني ولا في إسباس صورت مع بنيته ما نعرفوش، قال لي جعفر كنا نتفرجوا في المرأة، قلت له هاي، قال لي المرأة فهمني ولا، قال أمي بجنبي قالت لي يا وليدي المرأة هذه نحب نعطيها شهريتي لك أنت الحاجة دي، شهريتي يظل لي 300 دينار سبحان الله قالها ولدها شنو باش تعطيها شهريتك؟ قالت له باش نعطيها شهريتي، قالها واش تعطيها في شهريتك انت؟ قالت انا نحب نعاونها على وليدها ما يسمعش وبنيتها ما تتكلمش خل نعاون، قالت له قال انا السيد هذا عنده امه هي تاج راسه، قال انا نحب نعمل حاجه تفرح الناس ونحب نفرح ميمتي، قال طبست على ميمتي قلت لها يما وانت ايش قولك يما لو كان ركبوا لهم قوقعة، ورحمة أمي في قبرها لنزيد عليك حرف، قلت له يا وليدي ركبوا لهم قوقعة أعمل للدنيا الكل والمستحيلات الكل دبر نمروي، ألو وي، قال لي أخويا أنا عندي حق قوقعة وأنا أولى، والله ثم حاجات عشتهم في حياتي، أنا أولى من غيري، أنا يلزمني يكون أول واحد وأولى من غيري، يا أخي ما تحرمنيش نحب نفرح حميمتي، قابلنا قال لي راهو حق القوقعة هذه نطلب حاجة واحدة، الناس اللي تتفرج فيا الكل يرحموا لي على وخيتي، عنده أخته توفيت صغيرة ربي يرحمها وينعمها، وينعمها إن شاء الله ربي يخفف عليها التراب الثقيل، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها ويخفف عليها التراب الثقيل، أنا باش نعطيك الأمانة اللي مدها لي السيد اللي هي 45,000 دينار، هذوما ابو 50 إن شاء الله ربي يرحمها أخته و ترك لي مهرب سي جعفر، والله والله إن شاء الله ربي يرحمها ويخف عليه التراب الثقيل وكهو، وقت اللي يعطيه الصحة ويرحم والديه وربي يفضله ميمته ويطولها في عمرها، هذوما أمانة يا لولدك يا لبنتك، قال لي خويا السيد منظم مريقل الله يرحم الأم اللي جابته ويرحم خيته، وذي كانت تجمر في يدي ونكلم في زميلاتي في البرنامج نقول لهم أمان يرحم والديكم نصوروا في أقرب فرصة يرحم والديكم في أقرب، رغم جمر ورحمة أمي جمر ورحمة أمي ما نحكي لكش، الأمانة خويا أمانتك وصلت وهنيئا لنا ونشدوا في ربي ونمنوا اللي يكونوا مازال ثم الخير في الدنيا، راهو مازال الخير في الدنيا ان شاء الله ربي يطيح بينا ديما ما خير منا سي جعفر، الحمد لله الحمد لله ان شاء الله مبروك عليك، دونك احنا اليوم عندنا حق زوز قوقعات تو في اللحظه هذه لبنيتك فهمتني ولا ولولدك، وباش نتبعوا العمليه وان شاء الله في قادم الايام ما يسمعوا كي يركبوا ما يسمعوا كان الكلام الباهي، وان شاء الله في قادم الايام ما يقولوا كان الكلام الطيب، وان شاء الله يطلعوا ذريه صالحه، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تمنيو إن شاء الله. بعد ما شفنا الزوز وضعيات هذوما ثم شكون جاب حذانا لهنا
هو وبوه باش يبيع الدار ب 130 ألف دينار. أعزائي المشاهدين، نحبكم تتبعوا معايا لحظة بلحظة شنو صار. تبيع وإحنا موجودين، تبيع وإحنا في بلاد الخير، تبيع وإحنا فهمني ولا مسلمين وناس تعرف ربي، تبيع شنو؟ والله عار علينا لو كانت تبيع منها يا جورة، والله عار علينا لو كانت تبيع يا جورة على خاطر ولدك ولا على خاطر صحتك، والله لا تبيعها. انا يجي كنا قبلت نخزر لولادي بركة في كروسة، مو في كروسة يزين. دموع عم رضا بو أيمن كانت غالية برشا علينا، والوجيعة اللي حسيناها معاه كبيرة برشا، ووصلت للتوينسة الكل، التوينسة اللي تفاعلوا معاه وحسوا بوجيعة أيمن وألم بوه. بعد أيام الحلقة توجه جعفر البوسالم باش يطمئن على أيمن ويزوروا هو وعائلته، وعندوا ليهم برشا جديد. أعزائي المشاهدين، احنا طويك قدام دار سيري ذا، سيري ذا اللي جاب حضانا البرنامج صافي قلبك، هذا المعلم سيري ذا المم هذا، تفاعلات كبيرة برشا مع السادة المشاهدين، جينا على عين المكان البوسالم، هكا ولا؟ وعرضتونا وضعنا مرتين، ونعطى مركز الشرطة، وإحنا على اليمين وانتم على اليسار، مش مشكلة الفايدة في الأناء. أما جوعنا رضا أخوي ورحمة أمي جوعت، نحكي كيف الحقيقة، أنا دخت شر بعيدة جبدة جوع شي جوع ما جوع جبدة مش جبدة أما جوعنا، هذا الموضوع هو طبعا طفتة والماما مريقل 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 الماما مريقل. تفاعلات كبيرة برشا معك أنت سيري ذا، يرحم والديك أنت يرحم والديك ويرحم الأم اللي جابتك، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصويب، توكل على الله. أعزائي المشاهدين جوعنا، تفضل سيري ذا تفضل. السلام عليكم. مرحبا. سلام. لا هذو مع جماعتي انا. السلام عليكم. معلم. السلام عليكم. لاباس عليك. باترون. الدار اللي كانت محطوطة للبيع من أجل علاج أيمن، اليوم تلامينا فيها فرحانين إنه فما أمل إنه أيمن يتقدم في حالته الصحية، وعلاش ليه يعاود يقف من جديد. احنا طويك جيناكم اليوم. السادة المشاهدين طوي يتفرجوا في الحلقة متاعك، أنت الحقيقة عملت ضجة كبيرة برش، ضجة. شوف يبدأ الإنسان صادق وهي الدنيا كلها أسباب، هي الدنيا كلها أسباب. أنت كنت إنسان صادق برش، أنا ماني وليت نفهم عاد، لا نفهم لا تفهم، فهمتني؟ صحيح. دونك أنت كنت إنسان صادق و... 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 والحلقة ما تأثرت في برشا ناس وبرشا تفاعلات وبرشا ناس حابة تتعاون. سي أيمن، نعم، تفاعلت معك برشا ناس مني ولا، واحنا الليلة جينا باش نعلموك اللي كونه إن شاء الله ربي يسهلك، وإن شاء الله طريق الشفاء. السيد أيمن، سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، اربطوا عزيمتكم. ساعات يقولوا مثلا التلفزة والبرامج هذي، شنية الدعوة من البرامج هذي وشنية البرامج هذي؟ عبش نجاوبوكم شنية ثم شكون تفاعل معانا واتصل بكم واتصل بأيمن وقرر أنه أيمن يمشي يتعالج في تركيا. وهي الدنيا كلها ابتلاءات وامتحانات، علاش ربي يعملها؟ أنا حسب ما نفهم باش الإنسان يعرف الباهي من الخايب، وباش يعرف الإنسان معناتها ساعات خطر يطغى. أنا صارت لي أخوي طغيت شوي، عملت شوية والله كيما نحكي لك، انت مش واحد يحكي على روحك اكثر، انا نحكي عملته شوية كذا. ربي بعث لي مشطره، قال لي انا اللي نعطي وانا اللي نهز، وريني شو تعمل، فهمتني؟ دونك الدنيا هذه كلها امتحانات. الف 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 مبروك، ان شاء الله طريق الشفاء، وان شاء الله يا ربي ترجع لنا من تركيا تمشي على ساقي. الحاج ما تبكيش عاد، الحاج ما تبكيش. وقع الخبر على أيمن وعائلته كان كبير برشا، فرحة عارمة خبر إنه أيمن باش يحط ساقه في أول طريق العلاج اللي إن شاء الله
نتمناولو انه يكون عنده فايدة عليه. غدوة الفول متاعك الخمسة بتاع الصباح، غدوة الخمسة بتاع الصباح انت وشكون ماشي؟ انا هو وين مسلم الماما المرافقة هكو مربع يدي ظهر بريك فهمتني مع أسامة مش تقصد ربي فهمني ولا بشي يعملوا الإجراءات اللازمة وإن شاء الله بش نتبعوكم لحظة بلحظة وإن شاء الله كما قال لك الكروسة هذه تبقى في تركيا. طوى بش نعملوا أعزائي المشاهدين بش نعملوا فاصل إشهالي كسكسي بوسالم كسكسي بوسالم فهمني ما موجودة هاي نعملوا فاصل فهمني ولا. وعلى فكرة جاء معايا الوالد فهمني ولا جاء معايا ولدي ولدي والوالد فهمني ولا وعلى العظيم قال لي نمشي والله العظيم ورحمة أمي فيك برا جيتك من جرب أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله جيتك من جربة طوى عاملين 600 كيلومتر حتى وين تكلم معايا في مدنين فهمني ولا. شوف أنا البرنامج تاع صفي قلبك ما هوش برنامج تعترز بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا أعطيت كلمة أنا نعتبر إني جاني واحد من عائلتي معناتها أنت كيما أخوي بالحق. أنا والله قلت لك والله أقسم بالله عبارة أخويا بالمنجد وجيتكم ما عنديش نزيه خاطر شوف أخي بحاجة في الحياة أخي بحاجة في الحياة وربي سبحانه يقول لي حاسب عليه علق فهمني هي أنك تقعد وتخلف تقعد وتخلف. أنا يا أخويا نحاول لماكسيموم ثم ناس وقتهم خوي وسعيت ولكن ربي ما كتبش مش نس كل برنامج هذي مش نجم نعاونوهم نحن صحيح. أنا حاولت لماكسيموم مش نعاون مش نس كل يا خوي أنا على الأقل حاولت فهمني. احنا يا خوي هانا طويكا متوكلين على ربي ها ربي حل البيبان ثم مواطن من فرنسا خلص لك التذاكر وكلمني قال لي ما يحبش يذكر اسمه قال لي سي جعفر يرحم الأم اللي جابته هو يتفرج قال لي خويا أي حاجة احنا موجودين راي ثم ناس بسم الله نقولكم حاجة أخرى ثم ناس أنا اكتشفت حاجة وانا نصفي قلبي ثم ناس تتعارك على فعل الخير والله العظيم أقسم بالله ما ينكروناش بعضنا ما ينكروناش بعضنا مش كان ثم كعبتين سقطوا المتاع معناتها الناس كل خايبين لا 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 هو قال لك صاحبي انا ما نعرفوش تو هذاك حبيت وانا السيد هو قال لك هذا يفهم يعرف الجيره الطيبه ما زالت والاخوه ما زالت والناس الباهيه ما زالت ان شاء الله ربي يجري على صلاح. اعزائي المشاهدين ما زلنا في دار ايمن وسيري ضا هذه الوالده نتاعو حاجه ان شاء الله ربي يبارك لك احكي عليك برشا سيري ضا في البرنامج يعيشك يرحم والديك والله يا جعفر ولادي تعبت 3 سنين تعبت هو مسكين تعب وانا تعبت نقول له يقول لي هاي ما يرقد نقول له لا لا يبات فايق نظل فيق نقول له هاي من ولادي يقول لي يا ما سامحيني راك تعبتي نقول له لا لا راني تعبك راح صحيت لهم بذلك تعبك راح اي تو احنا نهار فرحه هذا ذي تو فرحه فرحه سمك ربي انت نايا ربح ربح وثم كان الربح ان شاء الله هذه بنتك اللي عادت الباك وبطلت انت اسم اسم وانا بطلت بطلت لغا ما نجحتش الباك قعدت على خوي خاطر ليه يبيه زعم باش نمشي نخدم في معمل كاب 3 اوقات ما نجمش نفت خاطر ماما وحدها ما تنجمش في الدار ني معناها اللي هي معاه يرد عم سي جعفر ما تنجمش تقرا خاطر هو ما عندكش ميكرو ما عندكش ميكرو لا خليت كمل كي مرض بابا معناها انا هي انا وماما كل شيء نحن هم البدلوله نحن هم القايمين بيه نحن هم كل شيء ربي يبارك لكم ان شاء الله يرجع من تركيا يمشي على ساقيه ان شاء الله ان شاء الله ترجع تعدي الباك ان شاء الله بقدره ربي والله ان شاء الله فلتيهاش الباك وجهك بتاع نجاح بسم الله ما شاء الله ان شاء الله عايشك يا حمودي اي اي عدي على قلبك اخوك ان شاء الله يسمح لاباس ان شاء الله سيد رضا نعم سيد رضا احنا اليوم في دارك مرحبا نذكر اللي احنا كلينا الكسكسي مرحبا صح صح سلطه مشويه خبز طابون صح وبالشهر البطيخ وخاصه اهم حاجه في اللي كليناه اليوم ما يسمى بالخوخ بوتوبغاي صح بابا 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 نحترمه على الاخر ونقدره والطاجين اي طاجين لا اما انا نحترم الخوخ بوتوبغاي نحس اللي هو مظلوم في الغلب اي لا مظلوم مظلوم الخوخ الاخر ماخذ بلاصه اكثر
تحية للخوخ بطبقاية كان يفرش فينا بينا بركة نوفي به. احنا اليوم السيد ايمن غدوة الخمسة بتاع الصباح احنا ليك مسافر ان شاء الله باش يسافر لتركيا باش يعملوا له تحاليل الكاملة والكشوفات اللازمة وقالوا ثم امل ان شاء الله. هذه حاجة الاولانية ولكن ادعو السادة المشاهدين انهم يقفوا الايمن على خاطر أيمن باش يتعالج في تركيا لازم برشا فلوس. معناتها احنا تو المرحلة الأولانية باش يمشي يعمل الفحص والكشف وباش يعطيونا النتيجة إن شاء الله النتيجة تكون إيجابية ومتوقعين أنها تكون إيجابية. يرجع لنا سي أيمن لازمنا نلموا مبلغ مالي باش أيمن يعملوا له ما يسمى بزراعة الخلايا اللي هذيك من بانكا ثم بانكا غادي تتشري بالفلوس إن شاء الله يتفرجوا فينا وكذا أهلينا لهنا في بوسالم ولا في جندوبة ولا من بنزرة البنجردان التطو عفوا الخوخ بطبقاية فهمني ولا ولا التوانسة المتغربيين البرة أي إنسان يتفرج فينا في اللحظة هذه نجم يتفاعل معنا دونك باسبورو ودينته وفليشته فهمني ولا ونتوكلوا على الله داكوردو عندك حق التذكرة فهمني ولا وعندك 4000 دينار فهمني باش تمشي بيهم وإن شاء الله أخويا ما نسمع عليك كان أخبار الطيبة. بنت شكون اللي طاحت هذي؟ بنت رياض. إيه جيجي بنت رياض. هاتي بوس هاي. أغز كيش تحبني أغز كيش تحبني أغز يموت علي الصغار. يموت علي أغز أغز حاج حاج. لا أغز أغز الصغار كيفاش يموتوا علي؟ صور لي هذي بنت عياش. أغز أغز. إيجا. إيجا أغز أغز. الحمد لله يا رب الحمد لله. أقول على السلامة أقول على السلامة. قلنا 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 قول أعطيني بوسة ما تقولي شيء قول ما يسيرش عبارة تكلم إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب. يعيشك هزي إيدي خطلت هزي يعيشك يرحم والديك إن شاء الله بفضلي لك إن شاء الله جعفر أخوي إن شاء الله يرحم والدين الناس الكل ولاد حوامتي وبخصوص ياسين يرحم والديه وإن شاء الله اللي حتى قال لي ربي يشفي يرحم والديه من الناس الكل ويرحم والديه الناس الكل اللي عاونت حتى بالكلمة الطيبة جعفر أخوي. قريت لي كومنتير بعد الحلقة؟ والله الحق ما قريتش ما قريتوش لي كومنتير العباد ما شاء الله ربي يبارك يرحم والديه والله راهو شيء راهو شيء خف السلك راهو راهو مش أي حلقة تعمل ضجة راهو جروبات الكل والباجات واللي كومنتير والناس بتعاطف والناس تبكي والله يعرضوني في فرنسا انا كنت في مارسي اقسم بالله العظيم يتبعوا باللحظه وقال لك البرنامج هذا برنامج رحمه راهو رد بالك راهو راه يتبع العباد والتزيريه اصحابنا يا خويا اش حكيوا عليك شفت في الباج تاع الجزائر والباج تاع اصدقائنا في ليبيا ان شاء الله خويا ان شاء الله نبشروهم ان شاء الله من هنا يجي الفرج في اقرب فرصه قدره ربي عظيمه وانا ديما نقول خويا ربي كن فيكون ما تحكيليش. في الحلقه ايمن قال انه تواصل مع مصحات في تركيا وانه امل شفائه موجود غادي وعلى الامل هذا نحن بنينا وحلمنا. واليوم وفي ساعات الفجر الأولى كانت رحلة أيمن وأسامة ولد عمته اللي تطوع باش يرافقوا لتركيا، الرحلة اللي إن شاء الله تكون عندها دور في تغيير حياة أيمن للأفضل. في تركيا وتحديداً أسطنبول كان فريق ميدي ستيت أوسبيتال بإسطنبول في انتظار أيمن وين رحبوا بيه ورافقوه للمصحة وين باش يقيم هو وأسامة ولد عمه. وغادي باش يتم إجراء كل الفحوصات اللازمة اللي باش تخلينا نفهموا شنو لازمه بالضبط وناخذوا تشخيص واضح لحالته. انطلقت رحلة الفحوصات والتحاليل وكله في سبيل فهم الوضع الصحي لأيمن وإيجاد حل ليه وهذا الكل كان بالتنسيق مع طبيب أيمن في تونس الدكتور فتحي الجملي أخصائي في أمراض الأعصاب اللي قعد في متابعة يومية وتنسيق حيني مع فريق مصحة ميدي ستيت أوسبيتال في تركيا. اليوم
وبعد التقدم في الفحوصات تقرر إنه باش يتم زراعة إيلا باش تعاون أيمن في رحلة التعافي متاعه. وبما إنه المصحة باش تشريها من أوروبا فإنه تكلفتها تتجاوز 50,000 دينار تونسي. على هذيك نحنا معولين على إنه توينسا يكملوا اللي بداوه مع أيمن ويعاونوه باش يشريها ويكمل الطريق العلاج. مصحة ميديستيت أوسبيتال بإسطنبول من أكبر المصحات المتعددة الاختصاصات في تركيا، وجهة لعدة دول نظراً لكفاءتها الطبية العالية ومعداتها المتطورة. أيمن مازال في تركيا ومازال في انتظار أنه يتم شراء الآلة اللازمة لمواصلة علاجه، وهذا يبقى رهين تفاعلكم معه اللي إن شاء الله يكون كبير. أعزائي المشاهدين، تويكا باش نتصلوا بالكلينيك عن طريق الواتساب باش نفهموا الوضعية متاع أيمن بالضبط. نوك الرقم تحصلنا عليه. ألو، مرحبا. مرحبا، معك جعفر القاسمي منشط برنامج صفي قلبك. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ جعفر. مرحبا. يعيشك. حبينا نعرفوا شنية وضعية أيمن. تمام. أنا أولا بدي أقدم نفسي، أنا أسيل خالد جلد، مديرة عامة في مستشفى ميديستيت هاسبيتال في إسطنبول. تم إجراء الفحوصات لأيمن وشاف الدكتور الجمل العصبية. أوكي. بروفيسور دكتور أرشاين، هو مشهور ومن من معروف في تركيا من الأطباء. فورا سوينا بعض الفحوصات الامراي، الدكتور قال انه في الحبل الشوكي ما حنقدر نعمل عمليه، بس كان ايمن عنده حظ انه نقدر نعمل له باكلوفان بامب، عمليه باكلوفان بامب وهي بطاريه. شو حيستفاد من مريضنا ايمن من باكلوفان بامب؟ في تشنجات كبيره في اليد والرجل في العضله، اوكي، فهذا حيخفف التشنجات وان شاء الله ورا العمليه 20 يوم حيبقى في مستشفانا يعمل علاج طبيعي، وورا ان شاء الله حيكون وضعه احسن واحسن. نعم نعم، معناتها باش تركب له بطاريه. نعم هذه بطاريه نركب له، اوكي، هذا باكلوفان بام بطاريه. اوكي. الدماغ اوكي، ومن هذه فاحنا كنا ردنا نعمل باكلوفان بام مع زراعه نخاع عظام، بس طبعا احنا دائما الاستشاره مع طبيبه في تونس، هو يراقبه ويكلمه. نعم. في تونس قال لنا قال بس اعمل له باكلوفان بام. اوكي. تعمل زراعه العظام، واحنا كنا تمام. اوكي اوكي. فان شاء الله حيتم ورا العيد. الان في تركيا 9 ايام عيد مع الاسف، هذا طولنا. أوكي. الان هو تنحط له للعمليه، وهذا الجهاز باكلوفان بامب احنا نطلبه من الخارج من برا، يجي تركيا. أوكي. فطلبنا هذا الباكلوفان بامب، ان شاء الله ورا العيد حيستفاد المريض مالنا. كم تكلفه البطاريه هذه؟ كم تكلفه علاج ايمن؟ يعني هاي العملية من العمليات الكبيرة في تركيا، هاي عملية باكلوفان بامب حوالي 30-35 ألف دولار. ومنفعة البطارية هذه في إمكانية أنه أيمن يمشي؟ والله هذا يعني المشي ما في جارانتي لمشي أيمن، بس شنو أنتوا أيمن لأنه عنده ضرار في الحبل الشوكي، بس ورا باكلوفان بامب لما التشنجات حتصير تخفف التشنجات، لانه عنده تشنجات كثير كبيره. بعد العلاج ممكن هذا يصير، بس يعني ما نقدر نعطي جارانتي، يعني هذا ما نقدر نعطي جارانتي، بس ممكن حيتحسن وحيكون وضعه احسن من هذا الشيء. وكله طبعا ورا العمليه من المريض الى مريض استجابه للعلاج. اوكي. يعني حنشوف ايش كم حيحتاج علاج طبيعي، بس طبعا ممكن كان احنا حسب التقارير ايمن قلنا ما حيقدر نعمل باكلوفان بامب لانه ما حيستفاد، بس لما جاء ايمن وشاف الدكتور احنا فرحنا. ليش فرحنا؟ لانه هو حيستفاد من باكلوفان بامب، فهذا شانس لايمن يعني. اوكي بصراحة. واضح واضح، شكرا استاذه. وينك يا جعفر؟ لبس عليك، صافا امورك؟ الحمد لله. شنو هي الامور؟ تم قريب 45 مليون هذه
هاي يلزم نشريها انا يلزم نشريها انا هاي قالوا لي باش تروح لك اعصابك خاطر ما رجلي عندي فيها الكابه سياسه باش تروح لك اعصابي باش يعمل علاج طبيعي مساج باش تساعدني معناها في المسار قلت تربي قالوا لي قلت تربي لابيت اي الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله به معناتها انت لازمتك البطاريه هذه اللي تويك اون اورجونس لازمنا 45 مليون يا صح جابو دونك اعزائي المشاهدين كما قاعدين تشوفوا ايمن لازمه اون اورجونس 45 الف دينار باش يركبوا له البطاريه هذه باش حياته تتحسن 45 الف دينار اللي هم ماهمش صعاب ماهمش صعاب لو كان تكتلوا الناس الكل 45 الف دينار نذكركم بنمبر التليفون 29 766 الف. وتويكا ريكاب العام كامل من اللي بدينا برنامج صفي قلبك إلى حدود هاتي اللحظة. تبكيش تبكيش تبكيش. قال لي عند عظم تسكر قبل وقته لازمها عملية. العملية باش على خاطر هي كل ما تكبر العظم يسكر على المخ يولي المخ ما يلقاش سباس يكبر فيها. فهمتك. واحنا مادام راه ما عندناش ماتريال لهنا. ما عندناش ماتريال. نسألك سؤال قبل ما فهمنا توا الوضعيه. عملية بنتك تتعمل؟ تتعمل. وين تتعمل؟ في تونس. بعد بس الحلقة سماح مست قلوب التوينسا وتفاعلوا معاها على النحو الإيجابي والحمد لله. اتصل بفريق البرنامج الدكتور طاهر جمل أخصائي جراحة تجميلية بمساحة ميغان وأبدأ استعداده التام لإجراء العملية البنت سماح وإنه المساحة باش تتكفل بالعلاج من الألف للياء. أعزائي المشاهدين جعفور في الغرغور أقسم بالله سخانة تنقب رأس العصفور حاجة ولا أروع فهمني ولا مش مشكل كله يهون لأنه أعزائي المشاهدين في الحلقة هذيك وقت اللي قلت أنا يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي تبعت لنا شكون ينظر للبنوتة هذية فهمني ولا الملايكة هذية لأنه فعلاً تستحق الكلينيك اللي ورايا هذايا واللي أنا توا نعمله في الإشهار ومستعد نعمله إشهار مدى الحياة يرحم الأم اللي جابتهم الكلينيك هذايا صور لي خويا الكلينيك هذايا قلتوا الكلينيك هذايا في اللاك دو فهمني ولا والدكتور جمل ماما ربي يبارك لك دكتور جمل يرحم الأم اللي جابته والإطار الطبي والشبه الطبي والفرامل واللي يخدموا لهنا والعساسة والإدارة الكل بتاع الكلينيك هذايا يرحم الأم اللي جابتكم لأنكم لبيتوا نداء الواجب فهمني ولا وقفتوا للبنية هذه في عملية دقيقة تتطلب برشة 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 حرفية ومنشكوش لحظة يا بابا يجيوني يجيوني بابا باش نعيشوا لحظة بلحظة فهمني ولا المسألة ونعيشوا لحظة بلحظة إن شاء الله ربي يجيبها في السواب وإن شاء الله ربي يشفيها ادعيوا إن شاء الله ربي يجيب الشفاء غدوة العملية باش تتم كما قلت عملية دقيقة فهمني ولا ماهيش سهلة ولكن قدرة ربي عظيمة إن شاء الله يا ربي تنجح العملية الله عليكم هاي زوزو زوزو صباح خير ماما لبس عليك عايشك بونجور صباح النور خير صباح خير صباح خير بونجور صباح خير صباح خير مدام بونجور مدام بونجور مدام يجيني مدام يجيني 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 صباح خير الكلينيك شو اسمه ذي؟ بايغون بايغون هذي الكلينيك يرحم الأم اللي جابتهم تفرجتوا في الحلقة وكلمتوا أسرة البرنامج هكا اللي صار وحبيتوا أنتم تتكفلوا بالبنية مرام البنية مرام تويك في الشامبر باش مشيوا نطلوا على مرام على أم مرام ثم نلتقي مباشرة أنا نسميه البطل يرحم الأم اللي جابته الدكتور جمال لأنه فعلا لبى نداء الواجب ميتخ ميزيل شرا ضاقوين يا دكتور طلعوه دكتور حتى عملا
ليه 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 مستحيل دكتور مستحيل تنزلوا البقعة هكا طلعوا ونعبطوا في جبال ونحن دكتور حبيت أقول لك يرحم المم اللي جابتك ليه 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 خلنا نتكلموا ليه يا دكتور ما تظهرش أما ليه ليه دكتور خلنا نحكي معك كلمة أنا نعم في لدي دكتور أنا نعرف يلزم العبيد تشوف تعرفش علاش احنا الناس المعروفين معروفين فما اللي فيه بابيون باش الناس يرجع لها الامل فهمتني اللي عملتوه انتوما تعتقد انت وزن اكل تعمل فيه ديما تعمل فيه في التريك وما يعرفش فيك حد يلزم العبيد تفهم حتى ثم عبيد يسب في الكلينيك مثلا يقول لك كلينيكات ثم الباهي وثم الخايب وانت باش تنقذ حياه انسان انت وحدك تبلانجي تكلمتونا وقلتولنا ايجاو ورانا الطفل باش نتقباو بها وانا نعرف ان العمليه مكلفه ودقيقه دكتور ميرسي بوكو انا ما نعرفكش نسمع بيك عندي نسمع بيك دكتور جمال منين اصلك دكتوره الاصل اصيل منين ورا البلايك لا بالحق كنا من ورا البلايك عياري لا دكتور ولا عيار هيا خويا شنورمال ان شاء الله ربي يبارك لك فرحتنا الله يفرحك توانسه كل قاعدين نتفرجوا باش عباد يسخيبوها سهله يا بشوف خاطر العباد تو باش يتذكروا المراه وبنتها شافوهم وبكيو برشا وعاونوهم برشا تفضلوا عايش قداش عمرها مدام؟ ماني شهور 10 اشهر ما تبكيش عندها فرحه كبيره الحمد لله يا ربي فهمت معك تسكين فرحه كبيره بسم الله ما شاء الله ترجع لك وجهك الكل باش يتبدل هكذا خلق قد ايه ودوا يا مدام والراس الدب شفت هذا العلو هذا كله يتنحى الحمد لله يا رب العظم هذا لازم يتنحى الكل ويجي الثاني الحمد لله يا رب هذا يتقدم ويجي يقدم شوف اللي عندك كل محظوظ الحمد لله يا رب يا رب يبارك لك يا اخويا اليوم الحمد لله الفضل الربي في ايادي امينه دكتور جمال تفرج في البرنامج فهمني ولا والاسره بتاع الكلينيك يرحم الام اللي جابتهم فهمني ولا وتدخلوا مباشره بعد ما شاهدوا الحلقه فهمني حبيت نقول لك انت ولزوجك هذا باهي نفس المؤمنه هذه اراه مازال خير في الدنيا يا دكتور قديش فخورين بيك انت والاسره الكل عامله لهنا الاطار الطبي والشبه الطبي وراه موجوده في بلادنا رجال ونساء فهمني ولا يخدموا لله منهم السيد هذي انا يا اخويا فرحان برشا دكتور فرحتنا وفرحت التونس الكل مش كان تونس يتفرجوا جزيريه وليبيه ومغاربه وفي الوطن العربي الحمد لله يا ربي برنامجنا يشوف فيه العالم الكل دونك احنا اليوم بريفيو باش تعمل العمليه ما يش تعمل اليوم على عندها برونشيت زي دكتور الاخصائي في طب الاطفال اوكي شافه هو ليبيه اي وقت تبره يا نعملوه الجمعه الجايه قلت الجمعه الجايه قلت جاي الناس كل مش رايح بس كل تحب تعيد نرجع ونعمل برمجوها بعد العيد بيه باش تبدا امورنا واضحه نخدموا على القاعده بيه فهمت خاطر هي يلزمني معايا معناها تيم كامل ستاف كامل باش نجم نعمل العمليه هذه مش نعمل فيها من زمان من التسعينيات سمعتي موجوده في تونس من التسعينيات كنا نخدموا فيها في مركز الاعصاب تونس في الرابطه خدمنا كثير وحتى يجونا حتى متزاير برشا كيما هكا نعمل فيهم العمليه ولا حد العين تاج بها اما راهي عمليه صعيبه مش معناها 100% باش تعدى 100% فكل عمليه فيها ريسك تعرف هي الحياه كلها فيها ريسك فوالا فهمتني وعندها في نفس الوقت فتخ في سرتها لازم يتصلح في نفس الوقت الحمد لله ما تسكرش معنا الحمد لله لازم على الاقل زوز عمليات باش وجهي يولي يرجع وجهها عادي يعني علاش نعمل عمليه على خاطر العظام متسكر قبل وقته دونك ولا عندها ضغط في المخ الضغط في المخ ينزل على العينين تولي ما عادش تشوف بالكدا دون تشوه التجميلي وجهها معناها مش بشي دونك احنا باش العمليه تكون عندها زوز اهداف الغايه الاولانيه صحيه والثانيه التجميليه مخها يتحل تولي تشوف نورمال ما عادش ما ضيعش المدرب ضيع خاطر بعد كي يكبر مش يشوف واحد على 10 2 على 10 الحمد لله يا ربي الحمد لله في نفس الوقت نصرف التجميل نجملوا له راسه فهمت هذا هو الحمد لله حتى شيء الحمد لله راهي عمليه نستعملوا فيها من زمان من التسعينيات التسعينيات انا وصلت عملت في مستشفى الرابطه للاعصاب عملت قرابة 82 حاله لله في سبيل الله لمده 5 سنين
فهمت؟ يجيونا حتى بتزايروا التو نعملوا فيهم التو 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 يجيوا لهنا للكلينيك ونعملوهم كل عادة. دكتور بربي السؤال ما يجيش وأما أنا نحب نسأل تقريبا لو كان واحد شي يعمل عملية هذي على كلفته غالي قديش تقريبا؟ فوق 30 مليون بالتجميع لكل شيء كل شيء فوق 30 مليون كل شيء الحمد لله ربي يضرنا أخوي ونضربك لك أنت المرأة الطيبة والصديق الجميل هذي أي طب بني أكبر أي شنو اشكر الواحد اشكر 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 لا خليه تشكر خليه ايش 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 بعدين ايش ايش بعدين اشكريهم الكل عاملين الكل انا اللي قاعد باري باري تكلم على روحك وقوليهم الكل ليه خطر مهم 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 نعترفوا الناس خويا وقفت معانا تصور انت واحد غارق يبخبق واحد مد له يد المساعده نشكروا ليه الموت في بلاد خويا كثر فيها النكران انا مش عاود لك هذه دكتور جمال ورحمه امي عمري قابلته لعمري قابلته في حياتي الله يرحم الام اللي جابت كذلك وقاعد بجنبي تحيه لي هو ولاد عيار الكل خويا جمليه برجوليه مش نورمال وزيد شبه لي خويا مازال خير في الدنيا وزيد فرطاس كيفي خويا الفرطاس عظامات اشكري هاي نحب نقدم تحيه كبيره للدكتور بهجمال الله يرحم والدي اللي هو تكفل لي بنتي الحمد لله ان شاء الله ربي يبارك له وربي كثر من امثاله الحمد لله ونقدم تحيه لك انت زاد اخويا جعفر اللي وصلت لي صوتي اللي وصلت لي صوتي هيك مش انت انا هيك مش من ما نوصلش لهنا وما نعملش العمليه لبنتي وانا هاني سعيت لبنتي والعمل على ربي نقدم تحيه زاد لجماعة الكلينيك كلها فرحوا بيا يرحم والدين والديهم مازال خير في الدنيا معلش اه وانا والله وجبنا ان شاء الله عايش ان شاء الله حياتنا كل ما عارفين معها ان شاء الله يا رب تحب شنو نبكي انا تو ذي نهار فرحه نهار فرحه بنتك ربي باش يقبلها حياه جديده اسمع اسمع ومازال الخير جايك أراه سبحان الله أراه الدنيا ما هيش فدلك أراه ربي مركبها بالذرة وراه اللقاء متاعنا هذا والدكتور جبل واللي واقفين لهنا وبنتك كيفاش قاعدة لهنا الكل يقدروا ربي احنا يلزمنا نتحركوا كهو احنا نسعاو أما الكل تقدير من عند ربي لو واحد عامل على واحد مزير كنا البشر كيف كيف فهمتني وانت وخيتي مرحبا بي عايش ربي فضلك عايش نحكي شوية احكي خليك تتفرغ قلبك نقدم تحيه كبيره لمدام نور ربي يفضلها وانا نشكر مدام نور شكون نور نور تخدم معاكم اي نور نور الوداع يرحم والديها زيدا نقدم تحيه لامي وبابا واخوتي وعائلتي كلها عماتي وخالاتي زيدا وقفوا معايا اغنيه لكل مستمع كملي اي كلهم وقفوا معايا يرحم والديها نقدم تحيه زيدا لراجلي ونقول له وسع بالك راجلك بحذاك قدمي له تحيه كده وعدكم قدمي له تحيه يعني نقول له وسع بالك لا لا مادام لي قاعد قدمي له تحيه معاكم خدمي له تحية خدمي وربي يفرح على بنيتي ويرحم والديكم الكل على ربي يعيش يا هو اللي بيه الحمد لله الحمد لله يا رب هاي توكلنا على الله اعزائي المشاهدين مازال هذا الهرم مازال هذه حكايه مازال 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 باش تعرفوا انتوما شنيا عملتوا انتوما انتوما مشاهدين برشا ناس يقول لك توا اعلام العار وبرنامج تاع الفضايح وشنو هو يعملوا ويجيبوا في الناس وكذا هذا البرنامج ولا عنده شعب انا مش قاعد نحكي ما اخر حلقه دي ما قلت سنة اقسم بالله العظيم لما نغيروا نغير من رواحنا خاطر نوعيه من كي تشوف انت طبيب هز تليفون فهمني ولا وقال انا باش نتقبل بالعمليه وتشوف واحد اعطاه 45 مليون باش بنيه تعمل ديك القوقعه فهمني ولا وتشوف الاخر كيفاش هدا العلوش وقال عندي 12 مليون من عندي انا للمراه هذيك اللي تعدات وتشوف مراه كيفاش هدا الدار وتشوف وتشوف كيفاش لمينا 2 مليارات و700 بالله سماسين هكا هو تمام اللي كون الدنيا مازال فيها خير سامحوني على الشابو خاطر الدنيا غرغور وجعفور في غرغور لازم فرحان على الاخر اللي بعد بنية عندها تسوى خلقي كيفاش تمثل تسوى الخلق اللي عندها احنا كنولدوا صغار عندنا لي فونتانيل الملغيغة سموه الملغيغة الملغيغة مرحبا الملغيغة ايه هذوما شفتهم هذوما سموهم الانستيتيو كي يولد الوليد ومازال صغير المخ يدز على هذوما وهذاك الرسور يكبر يتحل يتحل باش المخ يكمل النمو نتاعو باهي خمسة استراحة لازم تفهم حاجة كيما التلميذ انا تو عندنا نحن هذه وهذه
وقت اللي الطفل اللي يكبر مخه باش يكبر يتحل كل كلاستيك كلاستيك كروسور سبحان الله. في عام وثمانية شهور المخ يكمل النمو نتاعه. عام وثمانية شهور اي ما عادش يزيد المخ يكمل النمو نتاعه. ايه هذه معلومه ما نعرفهاش. عام وثمانية شهور المخ هذاك علاش بعد الغيغه تتسكر مؤخر في العامين عامين ونص وقت المخ يكبر النمو نتاعه تتسكر. سبحان الله. باهي في ساعات هذوما يتسكروا وهو مازال في كرشهم مع شيخ هذوما هذا يخطر معناتها هذا هو العام المرض اللي عند الولاد يتسكروا قبل وقتهم في كرشهم كي يتسكر المخ وين باش يدز على العظم هذا باش يخرج في الجبين باش يخرج عظم هكا خارج في الجبين وهذايا ما النمو نتاعو ما يصيرش بالكدا ان كان هذا شفتوا هذا دونك العمليه فاش تجي هي لازم نسرحوا المخ نفسه خاطر كي تبدا فما بريسيون برشا في المخ تاثر على النظر ولا يشوف واحد على واحد على 10 2 على 10 يقعد يبي مريات ما يشوفش بالكدا بالعمر طول العمر دون الشكل التجميلي نتاعها اللي هو خايف عينيه داخليه وخارجيه اي اي دونك العمليه فاش تتطلب فيها حل فهي فيها زوز 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 دبولي وهي زوز اجزاء المهم هو الصحي يلزم المخ يتحل يلقى وين يكبر به يلزم هذوما الكل يتحلوا به كيفاش باش نحلوهم احنا بالعمليه تصير انه نحلوا الراس نحيوا العظم هذا الكل هذا كله يتقص ويتنحى وبعد تحت نقصوا هذا اللي فوق العين اشتروا تاع العين الفوقاني هذا ينقدموه خاطر فيه لاصق لازم نقدموه لقدام شوي والعظم هذا هو عالي برشا ما يعطيش شكل باهي تاع جبين لازم نعملها جبين حلو نحيوا العظم هذا ونولي نحطوه لهنا ونزيدوا عظم اخر نحيوه من هنا كبير هكا هذايا يجي من هنا لقدام باش يعطيها فورمة حلوة كبيرة. هذا هو والعملية قدش تدوم تقريبا بالوقت هو قبل كأول ما بدينا معايا سي فؤاد حمزة كنا خدمنا في باريس كانوا هكا كنا نقعد نص نهار كامل هكا يا حسرة نص نهار هاي تو ما عادش كنت قبل في باريس تخدموها وبعدنا نستعرش حسر كنت تقعدوا نص نهار بس عمال كمية هاي 8 سوية 9 سوية 10 سوية ساعات نقعد قبله حتى نكتشف تعليق يا حسرة خويا توا تعرف شقداش نقعدوا معاه؟ والله توا نقعدوا فيها ساعة ونص ساعتين. ساعة ونص ساعتين. خاطر هذايا غراب يا تبدا مغروم بالشيء هذايا وتحب الصغار ولا مش لازم. ها قال لك ها فؤاد عرفني انا فؤاد حمزة عرفوا بعضنا من سنين. لا نعمل فيه لا للجاه لا للشهرة لا للفلوس. والله نعرف. نعمل فيه لله في سبيل الله. ولا 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 معناها ولا بخوف. نجم نشوف سبيطار الرابط خدمت 10 سنين بينيفول ماتريالي بكل شيء ماتريالي بكل شيء منهم النهار فما ستريمو ما لقيتوش ما عنديش في حاجتي بيه بغرفة القهوة هزيتها معايا فطستها ورجعتها ستريمو خدمت بيه لازم تدبر راسك تخلق كيف أعزائي المشاهدين نو كومنت فوالا سيتو فهمت خويا خويا أنا فخور اللي عرفتك ربي يفضلك والله ربي يفضلك والله سفيد حمزة ها مثلا سي فؤاد حمزه قمه في انجلترا هذا مثلا قمه في انجلترا ها شوف شوف واحنا نتكلموا والله والله بالحق بس خويا ولاد ولاده جيده يرحم والديك في الموضوع اعزائي المشاهدين مرام طويكه في ايادي امينه في ايادي الدكتور جمل ولكن مع ملائكه الرحمه اوز خويا ما شبهم ورايا كم انا سعيد نساء بلادي نساء ونصف فهمني ولا يا خويا راهم عسل 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 مرجوني شويه في التليفونات ولكن هم عسل نتصوروا بالتليفون هذا لا بالتليفون الاخر امانة نعاودوها فهمني ولا نحي الشابو هكا طب عسير ويعطيكم الف صحه حبيت نشكركم ان شاء الله ربي يجيكم بالصواب وميرسي بوكو راني نحبكم نحبكم عملوا باي 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 باي